هي عن كذباتك اللي كذبتيها علي. وهي لأنك أذيتي أرجون وعرضتي حياته للخطر. وهي لأنه خليتي أولادي يزعلوا من بعضهم قدامي. وهي لأنك خبيثة وطول الوقت عم تحرضيني ضد لجية. وهي لأنك كنتي عم تخططي أنك تقتلي جية وكان بدك تقتلي الولد اللي ببطنها بأي طريقة وبدون أي رحمة. وهاد لأنه بيوم ميلادي كنتي عم بتجربي تأذيني. قصة الزيت الحامل اللي كان ممكن أنه يقتلني كانت خطة خبيثة من أفكارك. جية ما دخلها بهالشي. أنا ما بعرف كيف اعتبرتك كنة إلي. أعطيتك أكثر من ما بتحلمي فيه بينما أنتي شوفي لإلك. هيك يا رانو، أنتي رفيقتي من الطفولة. جيا نبهتني منك أكثر من مرة بس أنا ما سمعت منها. عن جد أنا كنت بالعقل، حتى شكيت بأخي. لا، أنا ما لازم لومك على هي الشغلة، لأنه الحق علي أنا. أنا اللي وثقت فيكي وشكيت بأخي وبحب حياتي. جيا أنا بعتذر منك، وأنت كمان سامحني أخي. أرجون، لو أني متضايقة منك عن جد ما برجع على هذا البيت. بس أنا بعرف أنت لهلأ بتحبني وكتير كمان. كنت عرفانة أنك حترجع لي وماني زعلانة، بس أنا كمان رح أعتذر أرجون. مرت عمي سامحيني. سامحك على شو؟ أنا ماني حامل. رانو طلبت من الدكتور يكذب ويقلكن إني حامل بابنه لأكاش، ونحن لحتى نغلبها بهاللعبة انجبرنا نعمل اللي عملناه. طلبنا من الدكتور يقلكن إنه جيا حامل بس من 3 شهور، بس الحقيقة إنه جيا ما لها حامل نهائياً. ما في هيك شي بالمرة. مرت عمي، صح إنه أنا وأرجون منحب بعضنا كتير، بس صدقيني ولا ممكن نتخطى حدودنا شو ما يصير. وإذا هي الكذبة زعجتك أو خلتك تزعلي أو تتوجعي،